قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. قيل البعوضة صغار البق، قال عدد من المفسرين البق الصغيرة التي تمص الدم هذه وشكلها قبيح وتؤثر في الأجسام. وقيل البعوضة الناموسة التي تلسع الناس المعروفة، لكن أشهر أقوال المفسرين أن البعوض صغار البق والحشرة المعروفة الحمراء التي يعني تتغذى أغلب ما تتغذى على الدماء.